مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء وفي أشهر ساحة بالعاصمة الاقتصادية. النساء خارجين كيحتفلوا بعيد المرأة، يعني اليوم عيد المرأة واليوم 8 مارس. كنتمناو إن شاء الله المرأة المغربية تبقى ديما متميزة وتبقى إن شاء الله من نجاح إلى نجاح، سواء المرأة العاملة ولا ربات البيوت. المهم المرأة المغربية كتبقى مرأة استثنائية صراحة، يعني كيف ما كتشاهدوا معنا حنا الآن في أشهر ساحة بالعاصمة الاقتصادية، وهادي هي الأجواء. مازال الرواج واخا دابا الوقت متأخر، وعيد المرأة جا بيوم الأربعاء، يعني كون جا في الويكاند غتكون أجواء أكثر وغيكونوا الناس خارجين أكثر، ولكن واخا هكاك العيالات تبارك الله والنساء خرجوا استمتعوا بهذا النهار هذا. كاين اللي احتفلوا به في الخدمه ديالو، كاين اللي خرجات احتفلت براسها ولا شرات الورد لراسها، كاين عائلات اللي احتفلوا بالامهات ولا الاخوات ديالهم في المنازل ديالهم. يعني اليوم كان استثنائي. شاهدوا معنا أجواء العاصمة الاقتصادية بالضبط من ساحة ماريشال، أشهر ساحة كاينة هنا في مدينة الدار البيضاء. هادي هي الأجواء كيف ما قلنا، يعني في وسط الأسبوع، يعني داكشي علاش الناس ما خارجينش بزاف. يعني كنا عيد المرأة جا في الويكاند، كنا نشوفوا أجواء أكثر، كنا نشوفوا النساء خارجين أكثر باش يحتفلوا بهذا اليوم. نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة جوف تي في الأجواء. نتمنى ان النساء يشاركوا معنا في التعاليق كيف دايره الاجواء عندهم في المدن ديالهم، شنو كيفاش دوزوا اليوم، شنو الحاجه اللي كانت استثنائيه اليوم في 8 مارس عيد المراه. كنتمنى حتى المراه في المجتمع ديالنا والنساء عامه ياخذوا الحقوق ديالهم كامله، وان شاء الله ما نلقاوش مشاكل وما نلقاوش ديما نلقاو المراه اللي هي محقوره، ونلقاو المراه اللي هي كنتمناو بزاف ديال الامور تغير في المجتمع ديالنا. وتحيه للمراه المغربيه، المراه المناضله، المراه المكافحه، اللي صراحه المراه المغربيه متميزه تبارك الله في جميع المجالات، لا سواء في الخدمه ديالها لا كربات بيت. هاي تبارك الله عليها وخلات واحد البصمه زوينه. كنعرفوا كنا ان تبارك الله النساء المغربيات المكافحات اللي كتكافح باش تكبر وليداتها، سواء كانت مطلقة لا سواء متزوجة، لا مثلا كاين النساء اللي كيمرض الزوج ديالها وكتخرج انها تخدم وتكون هي المعيل ديال ديك العائلة، يعني تبارك الله عليهم. وكنتمنى لكم كاملين النساء المغربيات كلكم بالصحة والسلامة يا ربي، الله يطول في عمركم في عمركم. كانت هذه مشاهدي قناة شوف تي في هي الأجواء، وأنا مشاهدي قناة شوف تي في مبروك عليا إلى نودعكم. نتمنى أنني نكون نقلت لكم الأجواء بالعاصمة الاقتصادية. نتلاقاو إن شاء الله مباشر آخر، موضوع آخر، والسلام عليكم.